بمدينة خنيفرة انطلقت دورة تكوينية عن بعد في مجال التسويق الإلكتروني لفائدة الشباب العاملين بعدد من التعاونيات على المستوى الإقليمي، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادف إلى تقوية قدرات الشباب وإدماجهم الاقتصادي. هذه البادرة الطيبة تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها السلطة الإقليمية من جهة للإبقاء على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي جائحة كوفيد 19، ومن جهة أخرى لضمان استمرارية ديال التفعيل ديال البرامج والمحاور ديال المرحلة الثالثة بالوتيرة اللي مشات عليه اللي نهجها الإقليم ديال خنفرة. الدورة الهدف منها هي تمكين الشباب نتاع المنطقة، وخصوصا في هاد الظروف اللي كتمر بها المغرب، هي جائحة كورونا. هي الهدف منها الأساسي هو تمكين هاد الشباب من التسويق الإلكتروني. وتستهدف هذه الدورة التكوينية التي تتواصل إلى غاية 17 من يوليوز الجاري تحت إشراف عدد من الخبراء المختصين، تستهدف الشباب المتعاونين والمنضمين ل12 تعاونية تنشط في مجال النسيج والدباغة والمصنوعات الجلدية وإنتاج العسل والكسكس والحلويات والحداد الفنية، وذلك بهدف تقوية قدرات الشباب المستفيدين بالبرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يتمحور حول تسهيل إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي في سوق الشغل وتقوية الحس المقاولاتي لديهم وتحسين الدخل الخاص بهم. بالنسبه لهذه الفورماسيون هذه ديال التسويق الالكتروني كنشكروا عليها بزاف، يعني بالنسبه قاعد الجهات اللي مختصه اللي راسلتنا باش اننا نجيو نستافدوا، وهي فعلا كانت واحد البادره طيبه لان فيها مجموعه من الخصائص اللي غادي تفيدنا وبالاخص حنا كشباب. الحمد لله فحنايا هنا في المنطقه منطقه فلاحيه وعندنا مجموعه ديال الانتاجات والمنتوج فهو كاين وكثير بواحد، ولكن المشكل ديما اللي كنطيحوا فيه كاين المنتوج وكاين التثمين، ولكن المشكل اللي عندنا راه هو المشكل ديال التسويق. ومن هنايا غادي ان شاء الله نتعلموا كيفاش نسوقوا المنتوجات ديالنا. وتروم أيضا هذه الدورة التكوينية التعريف بكيفية إشهار منتوجات هذه التعاونيات والترويج لها محليا ووطنيا وتأهيلها في مجال التسويق الإلكتروني وكيفية خلق علامة تجارية تشكل هوية موثوقة للتعاونية وتميز منتوجاتها عن باقي المنتوجات المنافسة أو المقلدة.